الحديد اللي بناخده من مصدر مأكولات حيواني زي البروتينات واللحوم بيتم امتصاصه في الأمعاء أحسن بكتير جدا من الحديد اللي ممكن ناخده من مصدر نباتي. إنما لو عايزين تزودوا من امتصاص الحديد اللي من مصدر نباتي فممكن تخلطوا الأكل النباتي مع أكل البروتينات أو اللحوم، وده بيدعم امتصاص الحديد من المصدرين. وفي النهاية ممكن أنتوا تلاقوا على الإنترنت جداول جاهزة بنسبة الحديد في كل أنواع الأطعمة.